لي قريب وهو من أرحامي يكثر إثارة المشاكل بيني وبين أقربائي ويشوه سمعتي عند الأقرباء والأصدقاء، وقد سبق له أن شكاني عند القاضي وعند المسؤولين، فكيف أصله وأنا أخشى من شره؟ نعم، تصله وأنت تخشى من شره، هذا طيب، لعل هذا يصير سبب في أنه يتراجع ويندم. وصلة الرحم ولو كان قاطعا لا يسقط حقه، ولو كان قاطعا تصله، تؤدي الذي عليك، ومسؤوليته هو كونه قاطع لك ذنبه عليه، أما أنت فتؤدي حقه عليه. أما اللي ما يصل إلا من وصله ويقطع من قطعه هذا ليس بالواصل، قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نعم.